جو كرو سيزون الاولى ديال رشيد في 2013 2014 في ديك لا بيريود انا كنت ديك الساعه بريمير ان انفلونسر جاي وجالس وفي خاطري كنقول والله حتى شي نهار انجلس تماك قسما يا سلام قسما بالله ولكن انا عندي واحد الحاجه عندي واحد الحاجه كتقتل بالضحك نورمالمون عائلتي كلهم عادي راك احنا فخورين بك وكل شيء عندي مامت الوالده جده قالت لي انا ما نعرفك تسهرتي وما نعرفك صافي زعما قضيتي الغرض تنتفرج فيك في راسيتو انا هي شو سميتها جده سميتها الزاهية لا زاهية تبارك الله عليك تحية كبيرة لك هو معنا هنا اليوم وانتم معنا اليوم لان فريمون كتستاهلوا لان المحتوى اللي كتقدموا يعني كيحقق نجاح كبير وعندكم معجبين كثار تبارك الله عليكم واليوم غنتعرفوا على بزاف ديال الاسرار على المسار ديالكم وكيفاش توصلتوا لهذا الشيء وصلتوا ليه والزبير عندنا ليه اليوم واحد الحوايج اللي غيسمح لينا وصافي خويا لا نقول سبحان الله والله لا انا حيت البرنامج ما كنوجدوش بوحدي كاين فريق العمل اللي كيوجدوا معايا ويوجدوا لك شي حوايج كل مره تنقول بحشومه وادي لا تيقول لي لا ماشي مشكل تنقول لهم هادي لا تيقول لي هو دهانيه عرفتي كاع داك الشيء صعيب اليوم دايز عندك انا اعتذر مسبقا لا لا ماشي مشكل خذ راحتك ماشي مشكل نبداو بالطفوله ديالكم واش من الطفوله وانت هروي لا انت كبرتي لا لا راه من الطفوله راه من الطفوله وانا هروي انا ديجا نعاود لك واحد ليستوار راه كانت عندي عام ونص وتحرقت هنا بسبب مقله ديال الزيت فيها الحوت ورينا هذا الحرق وتا في يدي انا هي تا في يدي كانت عندي تقريبا شي عام ونص في عام ونص كنت كنشرب اتاي عام ونص في عام ونص الرضاعه داك اللي مرفوف مع الخبز وفي عام ونص كنت كنبغي نوقف وكنبغي نخترع شي حوايج ما فهمتش وكانت مقله ديال الزيت فيها الحوت وبغيت نوقف وبغيت نشد في المقله هي فين تحرقت وكنضحك تحرقتي وضحكتي والله بقى فيا الحوت صار مي الطفوله زعما صراحه دازت بحال الدراري صغار كاملين اللي كانوا كيطيروا وقعوا بزاف الحوايج زوينين ومن طون وقعوا بزاف الحوايج الخايبين مي با لا سويت ولاو زوينين ولكن داك الشغب ديال الطفوله بقى مرافقك حتى لدابا بقى اي ما تقولش غتولي هكا واحد بالله هذا انا يا سلام واحد ما كيتيقني شو سبحان الله من الاول ولكن الكريسه راه من الاول اشو الكرش هذا اللي خارج دافع الكرش دافع وانا معاكم هنا عرفتي اللي زوين ايضا اللي كيعجبني في الزبير هلال انه مصالح مع راسو بيان سور انه مثلا هذيك الكرش اسمح لي خذ راحتك انه تيضحك على الشكل ديالو وتيضحك به ما عندوش مشكل حيت كاين الناس اللي عندهم مثلا ملي تيغلط تيولي عنده عقده وهذه رساله من خلالك ندوزوها لبزاف الناس اللي عندهم ان سيغ بوا كيكونوا مثلا بعض المرات تيكون اوبيز ولا تيكون عنده الكرش وداك الشيء وتيتعقد انت كيفاش حيدتي هذا انا في الاول كنت كنتعقد في الاول ياك انا مثلا في الضرب راه كنت كنضارب مثلا مع شي واحد كنسلخو كيجي كيقول لي غليظ ولا شي حاجه كنبدا نبكي كانت عندي عقده في مي واحد النهار ما عقلتش اترافير ليكسبيريونس ديال الصغر جلست مع راسي وقلت بلاتي الناس كيضحكوا عليا حيت انا كنرياجي الا بديت انا لا رياكسيون من عندي انه انا مفتخر بانه غليظ مثلا بين قوسين كنقول غلط الا ما كانش كيأثر على الصحه مثلا الا قلت انا غليظ الناس ما غاديش يبقاو يتنمروا تقريبا هادشي علاش دابا نقدر نقول لك انا فريمون متصالح مع ذاتي لاقصى درجه ما تقولش لي انت هذا والو كاع راه انا ما بديت الكحال تضرب 14 عام واش كي كاول يا اش هذا الزين هذا واش واو واو تبارك الله هذيك الطاقيه باقا عندي هذه تكون في الختانه واقيلا هذه واش تكون عقل لا باين عقل لا ولكن باين في الختانه حيت شويه عيني مقصح هذا انت شي هذا انت هنا شوف هنا بديتي هنا وليتي ديال التنمر انا دابا نتنمر على هذا انا فهمت علاش كانوا كيعايروني في الصغر تنمر على هذا شكون هو هذا شكون هنا هنا واحد الخال واش باقا باقا الخال شكون هو هذا البروفيل هذا البروفيل كيبدا يقول لك عافاك عطيني تطبيق الواتساب راه ما بين تصورتي نهار العيد ومشيتي درتي ديك البوز بغيتي نعرف علاش هذا بغيتي نعرف الان كنحل لا ما كان ونمشيو دابا للطفوله ديال دوز ديال عادل ديال عادل التاويل كي دوز الطفوله ديالو عادل انا راه كانوا فيها تحرميات راه كنبان بلي زعما في الطفوله ديالي كنت كالم وكنت هاني هانت
انا بديت بالحفير في التراب، عندي بعدا واحد العضو ما خرجوا بالحفير في التراب، ديما الدار كيقلبوا عليا، ديما موضر لهم فينا وعادل راه هز شي حاجه، حتى في التصويره هذه راه هز فلاس ديال الكاميرا من صغري. دابا ملي كبرتي يمكن تغير تغير. انا سبقت الجهد، كيقول لك سبقت الجهد في الصغر، لحتي الجهد في الاول صح. وعاتي يامات العيد ميلاد، هذه الصوره مع الوالد والوالده الله يخليهم لك. عاتي شنو تفكرت هنايا في هادو هما العيد ميلادات ديال بصح؟ نورمالمون ديك الحلوى راه ما كنشريوهاش واجده ولا شي حاجه، شحال كانت كتطلع واقيلا ب 20 درهم ولا شنو هو، وكتصايبها الوالده ولا كتصايبها بنت عمك وكلشي مجموع على ديك المناضه وكلشي فرحان. انا بالنسبه لي هذا هو عيد ميلاد فريمون، هذا هو عيد ميلاد اللي خصها تعيشوا العائلات. الان العائله كيف تخرج بك في هادشي اللي وصلتي ليه؟ بزاف عرفتي قلتي كيف تاخروا بك ويشوف فيه مخنزر كيف تاخروا بك صاحبي بصح كيف تاخروا بيا وزعما بحال كنت انا هو هذاك المنقذ ديال العائله، ماشي المنقذ ديال انه زعما ماديا ولا شي حاجه، لا راه المعنويات اللي كتزيد لعائلتك والوالده ديالك كتقول لهم راه هو ولدي ولا شي حاجه، بالنسبه لي راه اغلى حاجه كنوصلوا لها حنايا واغلى حاجه كنوصلوا لها ماشي غير مع والدينا يكونوا فخورين بينا، كنبغيو حتى دوك الناس اللي تاقوا فينا النهار الاول بصح يكونوا فخورين بينا، حيت كتبدا تحس باللي ولات عندك واحد العائله اللي هي كبيره، ماشي غير الوالد ديالك والوالده ديالك، لا راه عائله كبيره كتقول لهم شوفوني افتخروا بيا راه هادشي درتو على قبلكم وانتم اللي خلوتيني نوصل لهنايا وحنا غاديين مازال. بصراحه انا غنسولك على جوج الحوايج، بجوجكم غنسولكم على هذه القضيه، فاش كنتي صغير وانت كبرتي في وسط اجتماعي بسيط كي قلنا وعائله بسيطه، وشنو درتي بين عينك باش تحقق الحلم ديالك؟ كنتي بغيتي توصل لواحد الهدف، ولكن شنو هما الحوايج اللي قلتي انا خصني نوصل ليهم باش مثلا نفرح العائله ديالي ولا ندير شنو درتي بين عينك؟ هي الحياه كلها تحديات صراحه، مني كدات تاخذ بزاف ديال التحديات، خصوصا دابا كيف ما قال الزبير حيت تنمروا عليه كيقولوا لي الغليظ، قال لهم بلاتي انا نخلي لكم هذا الغليظ هذه ريفيرونس. دونك انا في دربنا كنت كنشوف اغلبيه الدراري اللي دايرين عندنا في حومتنا في الزنقه وفي هذه عندهم مستقبل واحد، مستقبل اللي كيفكر اخر تسنيك يقول لك انا نخرج من القرايه من السابعه من الثامنه نبيع الخضره ولا ندير هذه ولا ندير هذه، مع احترامي لاي خضار ولا لاي واحد. غير كتشوف باللي كاع دوك الناس احلامهم محدوده، قلت كنقول علاش انا ما نخرجش منهم شويه ونبين لهم باللي لا راه الاحلام فيها اكثر من هذا الشيء. دونك انا عشت بزاف ديال التحديات باش نثبت لدربنا بعدا ونكبر به ونخلي دربنا يامن انه كاينه واحد الحاجه برا هذا الشيء هذا اللي كنعيشوا، برا هذيك القوقعه الصغيره اللي كنلعبوا فيها النق وكنضربوا الطرومبيه وكنتسناو الوقت ديال البي وكاع هذا الشيء، كاين واحد الحوايج اخرين نقدروا نوصلوا لهم ونبقاو نلعبوا النق، فهمت؟ لمن كيرجع الفضل نقولوا بصراحه، انا كل واحد فينا ضروري كان شاد في حياته ولا كانت شي حاجه في حياته اللي كيرجع لها الفضل في هذا الشيء اللي وصل له هذه. نقول شويه دراماتيك هاد اللعيبه هادي، ولكن كيرجع الفضل زعما لكل واحد كان سبب باش يحطمني النهار الاول. النهار الاول فاش فكرت ندير اول فيديو ولا شنو هو الفضل، اول واحد حيد لي جرين سكرين قال لي ما تصورش بها راك كتخربق، الاول واحد قال لي انت ما عندكش الوجه ديال الكاميرا، هادو كلهم كانوا يحطموك في الاول هادشي وي ضروري ضروري. انت خديتي كحافز باش تستمر، خاص يكون راس قاصح، خاص تكون كتشد الضد الا بغيتي تزيد تكمل فنجح. زبير نفس السؤال، اشنو الحافز اللي كان عندك باش تحقق الحلم ديالك؟ نفس الجواب. لا, 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 لا 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 انا نقول لك الحافز هو انه في الصغر دائما كنت كنحلم نكون ممثل، دائما كيساسوا فاش كنكون جالس مع الدار كيفاش كنت كنقلب مثلا لي بيرسوناج، سورتو هذيك التربيه اللي كنت فاش كنت كنقرا في البريمير، كانت واحد عمتي استاذه ديال البريمير، عمتي توريه، وكنت كنقرا عندها، وكان دائما اي ايفينمون مثلا في البريمير ولا انا كنت كنتسنى دائما حفل اخر سنه باش نمشي نمثل، يعني من الصغر وانا كنعز عليا ديك لانتربريتاسيون، وعاقل انه في الصغر كنت كنمشي في المول كنبقى نتمشى وكنقول يجي واحد النهار صعيب تاخذ هذا الشيء سيريو، دابا كنبغيو نهضرو سيريو دابا كمل. دابا كنت كنتمشى في المول و اسمح لي دابا شوف دابا كيفاش غادي تهضر في ليموسيون الدراما، دابا التصاور ديالك ما فيهمش ماشي سانكرونيزي ماش كتعاود هادي مزيان يلاه كمل كيفاش كاينه موراها هادشي واش قلت لك؟ لا حول ولا تصورك غريبين وعجيبين، لا ماشي قلت لك هروي هادي كيوت، قلت لك كنت كنمشي في المول وكنمثل
على اساس انه الناس كيعرفوني مشهور. كنتي كتمثل الشهرة يعني؟ كنت كنبقى نمثل مثلا غادي في الطريق وشي وحدة دايزة كنت كنمثل بحال زعما كندير القب وكنبقى ندير بحال هكا زعما وديك الساعة شحال هادي حيت كنت كنبغي انه نوصل للناس انه انا ممثل واعر مزيان. كنتي مع اصحابك ديما كتبغي تضحكهم؟ ويلي كنت اي مجمع انت اللي داير اي مجمع كنت كندير لومبيونس فوضوي كنت فوضوي وميم طون هادشي كان زعما كان داكشي اماتور مي تعلمت المسرح سورتو بروفيسيونيل. جات شي كلمه من لوين سي جي قالوا لنا كان مشاغب كبير رغم انك حصلتي على الماستر ولكن قالوا لنا كان كدير الشغب في القسم كان كيرونا انا كيفاش الشغب والقرايه ما فهمتش واش راه هادو هما اعداء النجاح اللي قلت لا لا هذه شوف هذه وصلتنا من لوين سي جي قالوا لنا كان مشاغب كبير قلنا اكبر شغب درتي في القسم شي حاجه ما تنساهاش كاينين بزاف ولكن اكثر حاجه ماشي كنشجع على الشغب لا ماشي ما حنا ضد الشغب ولكن دابا انا كنت كنقلب على الهوته فهمتي كنت كنقلب على منين نجيب الفلوس واحد النهار كنا داخلين عند واحد البروف كنا كنقراو لا كوميونيكاسيون تكنيك دو كوميونيكاسيون كان عطينا بحال غادي نصايبو سي في فيديو صافي وانا شويه كنت كنطير بزاف كنت كنطير تما عارفين كنت مشهور في لونسيج والغد لي لقيت واحد الدري صاحبي بزاف داير واحد لانونس في لوين سي جي كتبان لهم اللي بغى يصايب سي في فيديو 400 درهم ويلي على 400 درهم وتخيل 1000 واحد في البرومو واو بلاتي عيط لواحد الدري صاحبي عنده كاميرا قلت لي جيب اي لعيبه كتبان درت لي 50 درهم طيب الغد لي درت لهم 50 درهم انت 50 درهم لو انا شنو هذوك لي روج هذوك لي فيديو كاملين تمحاو ليا شهر ما مشيت لوين سي جي مخبي صدقت معاود الموديل كامل هادي التاويل انت حصلتي مؤخرا على لقب افضل صانع محتوى في مسابقه سديم اللي هي مسابقه كبيره ديال صناع المحتوى اشنو كتمثل لك الجائزه هادي اللي هي ماشي سهله في مسارك هاد الجائزه هادي كتمثل لي بحال حصد ثمار ديال المده طويله اللي كنت كنامن فيها باللي غضربت ثمار بزاف ديال الايامات ما غادي ترجع لك حتى شي حاجه ولكن كاين فواحد الوقيته اللي ربي كيخلصك على كل شيء في دقه واحده دونك كنت كنتسنى يجي هذا النهار كنت كنتسنى تجي شي حاجه ولكن ما عرفتش شناهي وحتى الطريقه باش مشيت شاركت كانت غريبه كنت خدام سالاريه كنوض مع 8 الصباح كنرجع مع 12 خصني نتغدى هذه وحتى طلعت لي لانونس وقلت اش نخرجوا حنا من الزون كونفور اش يوقع كاع وكنت صافي خرجت من خدمتي وقلت لي لها لا خرجتي من الخدمه كاع صافي زعما الله يعاون انا غادي نمشي فاش كنتي كتخدم قبل كنت خدام نورمالمون في البيبليسيتي كنت كنصايب لي بانو بيبليسيتير كنصايب الجرافيست في الموبيلات اييه دونك كان خدمت في هذا الدومين هذا 3 سنين وعلمني بزاف ديال الحوايج دونك ولكن في واحد الوقيته حسيت براسي بحال كنعاود نفس النهار بحال كلشي كيتلوب وانا نقدر نعطي حوايج اللي هما كبار وفي ديك الوقيته كنت بديت كنتعرف في المغرب بداو لي كونسيبت ديالي غاديين وكيكبروا مي قلت خاص شي حاجه اللي نثبت بها لكل شيء زعما فريمون العرب كاملين باللي راه كاين واحد مغربي يقدر يوصل صوته وباحسن صوره ماشي غير يمشي هكا لان مسابقه على المستوى العالم العربي وكان الحمل ثقيل كان الحمل ثقيل بزاف فاش انونسات بانك انت اللي ديتي اللقب شنو الصور اللي جاتك في بالك ديك الساعه قدام عينك شنو الصور اللي دازت في الوقيته اللي ديجا غايقول زعما الفائز هو صافي بداو كيتعاودوا لي كاع اللقطات ديال حياتي كاملين قدام عيني مع كاع لو نورمالمون خصني نفرح خصني نرياكتي شويه وانا نقول ويلي يا صاحبي واش دغيا قدرنا نديروها وهذاك لو شوك ديال ويلي يا صاحبي هو داك التعطس ديال باغي تزيد مازال باغي تزيد تكمل اكثر وانا هاد الحاجه هادي ديال ديما كنقول شنو جاي من وراها هي اللي كتخليني نتموتيفي باش نقلب على ما اكثر هادي حاجه كبيره وحاجه مزيانه وفرحت الحمد لله المغاربه كاملين في واحد الوقيته اللي كانوا حاسين باحاسيس اللي ما مزياناش في الوقيته ديال كوفيد وخليتهم يغوتوا كاملين انا بالنسبه لي كانت هذيك هي الفرحه الكبيره وانا كنت طاقيتو ولكن ما صورنا والو من هادشي طاقيتي عرفتو غايقول واحد اول واحد سبورتا هو انا سوري هو صاحبك طاقاك وما شو ما ودي راه ما كنبغيش نهضر اي سير اخويا رشيد قلت لك نعرض عليك على طاجين بغيتي طاقيتي طبعا كنعرفوا بانه صدقه كبيره كتجمعكم وكتعرفوا على بعضياتكم بزاف ديال الحوايج ياك ولا لا هذاك الشيء علاش غندير معكم واحد لو جو ديال هو انا واخ وغادي نسولكم في نفس الوقت ولكن غتجاوبوا في نفس الوقت صافي الله اكبر اوكي اوكي وبلا كذوب لا بلا كذوب لا انا ما كنكذب شوف انت راه ما كنتيقش فيك انا
انا غنوجد ديك هو يلاه مقاديه زيد يلا تفيقه صار على ماسك. موسيقى زوينة. آه. شكون الحشومي فيكم؟ وايلي صافي صحيح مرة مرة لا اللي مقارنة به هو انا كنحشم كثر من هذاك. لا لا هو ما كيحشمش. انا ما عنديش اللي هادي جواب ديالها باين. وي تقدروا تصدموني ما تعرف الإجابة. شكون الوكال فيكم؟ راه ما كان كيدير صراحه ما كانش خصني نسول ترى ما كيتنفس هذا في الطابله وصافي ما والطاجين كيبقى بدخان واصاحبي راه قلبي طيب انا من هذه الناحيه بزاف اصاحبي كيضحك معاك تبارك الله انت خيرك باين عليك انا وهايدي شكون اللي ديما كيجي معطل الله يتم عادل اش قلت لك كاينه ماشي بونكتيوال لا والو ما عرفتش علاش والو معاك انت والو زعما الناس يكونوا ناجحين يكونوا تيجيو في تضبطوا الوقت انا ما عرفتش علاش عندي مشكل مع هذه القضيه حيت يمكن واقيلا كيعجبني نمشي ديما في الدقيقه 90 انا خدمتي كلها كدار في الدقيقه 90 شكون هو اللي سخيف فيكم ويلي ويلي جينا حتى للسخاء ولينا انا دابا ملي كتعرضوا على بعضياتكم شكون الاول اللي كي والله حتى كل مره واحد فينا كيخلص لا لا شكون خلص اخر مره هو شكون اللي ديما كيقلب على الهميزات شكون مول الهميزات شكون الرومانسي فيكم ايوا عنيبه هو هاي هو والله يكون رومانسي هو انا الفادي ديالي راه ما كينعش والو انا نقول عبد الحليم حافظ وي ولا نسكت لا صافي اسكت اسكت شكون عنيبه فينا صافي انا صافي صافي زبير شو خصك مع الحب الله رومانسيه بعيدا شوف شوف اليوم اليوم عطيني شي موسيقى رومانسيه وبغينا اليوم يعترف لينا هاد الزبير ديما كيشوفوا بعيدا على الهروي شوف بغينا زبير هلال زبير هلال الناس واخا كضحك كيقول لك اللي كيضحك بزاف كتلقى الدمعه ديالو دغيا كتهبط وقلبي يشيش شو واقع انا 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 الحب زعما مزيان واش عشتي قصه حب ودارنا كيتفرجوا صافي شو تزمك الله يسهلك شجاع ما مرق انت شي حاجه في شي بلاطو ما تنسى هذه الفرصه سير يلا لا لا ما شنو تقول لها اليوم من رشيد شكون الوالده كان بغيك تحيه لها تحيه لوالدتي شكون عصبي فيكم؟ درتي انا في الاول هو عصبي كتردد انا عصبي ولكن ولكن انا ولكن حيت سيف وانا حتى هو راه ولكن انا هو عصبي ولكن انا شويه ولكن كنسرخو زعما يعصبني نسرخو وراه باينه غتسلخ شكون انتم بجوج ولاد كازا شكون الودادي فيكم؟ شكون الرجاوي فيكم؟ انا ديما راجع دير ديربي هذا اليوم الديربي اليوم حلقه ديال الديربي واحد المعلومه ما كيعرفوهاش الناس ان زبير هلال كيلعب كره مزيان كويري كويري كي تبارك الله كيفاش كيلعب كره لا بصح لا ولكن كواري قالوا لي كتلعب رغم لو بوا شحال تقريبا كيلو دابا تقريبا دابا 130 ولكن بلاتي انا ريجيم طيب شي تنمر شي لا تنمر لا لا ولكن انا 130 كيلو ولكن دابا انا في الريجيم بادي ريجيم دابا انا مطيح 6 كيلو دابا وي وي هذه ما تسال بغيت نرجع معك لهذه القضيه ديال الانسان اللي تيكون مثلا كي قلنا عنده ان سيغ بوا شنو شنو الميساج اللي تقول لهذا الشباب هذا اللي عنده مشكل وبغى ما يتنمروش عليه الناس شنو خصو يدير؟ كاين جوج الحوايج كاين سوا مشكل ديال التنمر ولا مشكل ديال الصحه. مشكل ديال الصحه بوحدو باسكو اوبليجي انه خاص تبع الريجيم اوبليجي انه ضعف ولو شويه. مشكل ديال التنمر جو بونس كو ماشي مشكل حيت لو فيت انت كتقبل ذاتك حيت
لو فيت انه انت كتبغي راسك وكتامن مثلا انه غليظ ولا اي مثلا عيب كتحس به اون فوا كتحب داك العيب اللي فيك لي سوا ديزون غير انت اللي كتفكر انه عيب راه الناس عمرهم غادي ينتقدوك. واحد واحد بروفيسيونيل ولا لا 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 واحد النقطه ملي كنكونوا في الزنقه ولا شنو هو هذه ساهله ملي كيكونوا كيعيطوا عليك بشي سميه ولا كيعيروك بديك السميه كيف ما كنسميوها حنا في الدرب ملي كتمرض وما كيعجبكش الحال كيزيدوا يعيطوا لك بديك السميه ولكن اللي عيطوا لك بديك السميه ودرتي هكا ولا عجبتك مع عمر ما يعاودوا يعيطوا لك حتى دابا شي واحد قال لي هو الغليظ وراه عنده الصح زعما صافي كونفيرمي لي وما غاديش يعاودوا عنده الصح راه كذب راه غليظ فين هو المشكل هذه مثال مازال وي لا لا كيفاش كنهضر واش كيعجبكم اللي يقولها لكم مؤثرين ولا لا احبسوا الموسيقى ما عرفتش السؤال هذا هو موسيقى سسبنس دابا واش كيعجبكم اللي يقول عليكم مؤثرين انا ماشي مؤثر ولا انا مؤثر ولكن بلاتي كاين واحد الحاجه التاثير كيجي اوتوماتيكمون ماشي حنا اللي ماشي انا كنقول اجي غنولي مؤثر وغادي مؤثر ولا تلاصقه بانستغرام ولا تلاصقه بواحد كيدير ستوريات هذا ماشي تاثير راه مي مؤثر با مؤثر اللي في الزنقه مؤثر دونك التاثير واحد الحاجه كتجي اوتوماتيكمون من حنا كاملين دونك ليتيكيت ديال نسمي هذا مؤثر ولا انا مؤثر غير حيت كندير الفيديوهات بالنسبه لي لا انا انسان عادي ولا جاتي تاثير ولا خليت شي واحد فرحان بسببي ولا كاعي بسببي ولا موتيفي بسببي هذا كيجي بوحدو ولكن هاد 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 الكلمه هذه كتكون لصيقه بالانسان ملي تيكون عنده متابعين كثار مثلا شركه معينه او لا تنظيم معين كيقدر يعيط لزبير هلال وعادي التاول يقول لهم بغيتكم ديروا لي الترويج لهاد المساله مثلا لانكم نتوما كتاثروا في الناس لان عندكم ناس متابعين ديالكم والا قلتوا لهم مثلا هذا الكاس زوين غادي يتبعوكم وغايشريوه لا 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 واخا كتسمح لي راه قاطعتك ولكن لانك درتو دي كولابوراسيون في اطار في هذا الاطار هذا يعني كمؤثرين لا بين قوسين في هذا لو كوتي زعما حتى شي واحد ما كيأثر على الناس راه الناس راه ادكى من تاثير على الناس حيت الناس ادكى كيشوفوا واش داك لو برودوي واش صالح لهم ولا لا مثلا في لوكا ديالي انا مثلا انا كنقول انا ماشي مؤثر حيت دو باز انا حيت هذه استوار كبيره كيفاش تبديت التمثيل مثلا وكيفاش ما لقيتش لوبورتونيتي ودرت درت 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 التلفازه ديالي اللي هي انترنت وكنبارطاجي معاهم اليوميات ديالي هنا ماشي تاثير هنا تقدر مثلا كتقول بانه الناس كيدخلوا غير كيفوجوا شويه وكيمشيو مي ما كتاثرش فيهم في لي ديسيزيون وي بهذا المصطلح زعما ولكن تتشارك في شي حاجه بعض المرات اللي فيها هذه القضيه سي فيها تخدم مع شي شركه مثلا تروج لها شي منتوج ديالها باش الناس يشريو داك المنتوج ولا شي تنظيم عنده شي توجه عيطوا عليك تقدر انت تشتغل معهم والناس غادي يتبعوك وغادي يمكن يثقوا في هذاك المشروع لانه الزبير هلال تكلم عليه حسب المتابعين وعدد المتابعين ديالك فهمتك ولكن انت دابا هاد الكلمه ديال المؤثر ما عجبكش ما عجبانيش حيت انا زعما دو باز ماشي مؤثر انت كتفضل تكون ممثل ولا مؤثر لا بيان سور كممثل انت ممثل دو باز انا بديت حتى لو التمثيل نجاوبك على السؤال ديالك مثلا في لي مارك سورتو انا وعد الله قلت انا والدراري اللي كنخدموا اونسومبل الدراري اللي معانا مثلا في ليكيب ديالنا مثلا ما كنخدموش مع اي مارك هذه اول حاجه كنخدموا مع ماركه معروفه خاصها تكون معروفه هادشي علاش ما كنديرش اشارات بزاف وماركه معروفه هادوك استراتيجي دو ماركتينغ ديالهم هما ديجا مشهورين مي ملي كيشوفك انت واحد الوجه مثلا عزيز على الناس كيبغيوك زعما انه تسوق لهم المنتوج ديالهم اللي هو ديجا مشهور كاين شي ناس عندهم متابعين في انستغرام مثلا عنده 1 مليون 2 مليون كتلقاه كيدير اشهار ديال سدادر تقاشر صنادل كلشي كي يعني وانا اسمح لي ندخل في هذه النقطه هذه خاص الناس يعرفوا قبل ما نقروا اصلا بعدا نديروا اشهار لواحد لامارك راه كنديروا مليار ريونيون قبل وكنبقاو نسولهم على كاع لي ديتاي وانا شخصيا زعما كنقسم فمي بالله اليومين هذا ولهاد الدقيقه اللي كنهضر فيها عمرني قبلت شي اشهار لا كيضرب شي واحد ولا غياثر في شي واحد سلبي اولا غتكون في شي نمله الا كانت غادا تقيس شي واحد غيشوف هذيك الحاجه اللي غنروج لها اقسم بالله ما كنقبلهاش نورمال واخا غادي نكملوا في هذا لو ديبا ديالنا وغادي نتكلموا ايضا على المحتوى
المغربي وشنو ما يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين شي حوايج كيضروا في الخاطر وكيشوهوا الصوره ديال المغرب. غادي نتكلموا على هذا الشيء، ولكن قبل ما غنمشيو لهذا الموضوع هذا غادي نخليكم تشوفوا واحد السكتش ديال واحد المؤثر مشى يخطب مشى يتزوج قدام عباه. هذا المؤثر نشوفكم كيفاش اثر على هاد الناس هادو. نشوف هذا الفيديو هذا حالا ونرجعوا. السلام عليكم عمي، لاباس عليك؟ ايه لاباس وليدي، مرحبا، شحال الخاطر؟ انا عمي جاي طالب راغب في يد بنتك لالا زينب الا قبلتي عليا. اسيدي نهار كبير هذا، مرحبا. وخدام؟ عمي انا انفلونسور. شي حاجه في العماله هذه؟ لا عمي انفلونسور، مؤثر في انستغرام. هادشي ديال التأثير فيه شي فلوس ولا؟ بيان سيغ عمي فيه الفلوس. حنا الناس ديال الانستغرام كنعيشو فابور، كنديرو كولابوغاسيون ناكلو فابور، كولابوغاسيون لبسو فابور، كولابوغاسيون سافرو فابور، عايشين بخير وفابور. وي الكولابوراسيون اللي جاي باغي تزوج بها ياك ما تصاحبك حتى هي فابور؟ لا عمي لا حاجه. شحال غاتعطي للدرية في الصداق؟ عمي انا شفت بنتك وشفت المحتوى ديالها وعجبني، قلتكم صندير انا وياها نتعاونوا على الزمان ونديروا واحد البارتناريا بيناتنا. اييه مزيان بنادم يتعاونوا ومرتو على الزمان، وهادي راه الوقت صعيبه. ويني شحال غتعطيها في الصداق؟ عمي الصداق ديالها هو غادي نطلع عليها على انستغرام 300 كا. بارك الله. وانا امها؟ انت اول حاجه ان شاء الله غادي ندير لكم كيف واي عمره تمشيو تغسلوا شويه الذنوب. مزيان. اخوها ما في خباليش راه عندها اخوها. لا لا كاين واحد خوها حتى هو خصك تبارطاجي معاه هادشي وطاقي. حتى هو عنده انستغرام؟ لا عنده واحد جوج ديال اليدين، الا مشى تطاقاك بيناتهم غيمشي لك المود باس. يلا ريل من هنا ما عنده باكاج. فليونسور اللي ولدك. شو رشيد شو